يقع حمام سيدي يحيى العيدلي ببلدية تمقرع في ولاية بجايا. يعد هذا الحمام من أعرق الحمامات التقليدية المتواجدة في الجزائر، فهو مقصد لعدد كبير من المواطنين الذين يأتون من مختلف ولايات الوطن بغية الاستحمام بمياهه المدوية طلبا للعلاج من بعض الأمراض لا سيما المرتبطة بالمفاصل. فنجاعة العلاج بمياهه سيدي يحيى التي تحتوي على مكونات طبيعية هو البقاء لبعض من الوقت مستحما بالمياه الدافئة كفيل بالإفادة الصحية من بعض الأمراض. إن إعادة التأهيل وإعادة تهيئة هذا الموقع الحموي المجدود بإرث تاريخي أصبح ضروري، وبالنظر إلى تزايد عدد الوافدين من سنة إلى أخرى ومع محدودية إمكانية بلدية مقرى، إلى أنها محاولة بكل جهدها توفير راحة الزائرين.